الكريم استشارة السيد الرئيس أطر تكتيرة ديالنا. الحمد لله ولا الحمد الشيء اللي قالوا فيه الكفاية وزعما نورونا بمعطيات واللي نأكد عليها هذا باش ما ندخلش بزاف ديال الحوايج اللي نأكد عليه ونخرج بتوصية السي عبد السلام والسيد الرئيس والإخوان هو فرص العمل راه عملك منطق في نداء والخصوص على رأسي المناطق الجبلية بليونش والعيليين والفنيدق والعمل ككل ثم كتعرفوا الحالة ديال الفنيدق والحالة العمل كيف كانت ككل وكان واحد الرواج كان واحد هادي كان هادي دابا راه هادشي ما بقى والو منه الله يجزيكم بخير نبلغوا لكم التوصيات ديالنا على الأقل شوية فرص الشغل وشوية توصيات المسطرة ديال التعمير واش هادي باش المواطن ما يتحرمش من المشغول ديالو الله يجزيكم بخير راه حنا عندنا هنا نقول 40 يوم في الصيف 40 يوم الصيف عندنا السياحه ولا الحال 40 يوم الساعه السماء عندنا ما دير لا خير واللي كنطلب من هذا المنبر التوصيه بالعمل العمل ان شاء الله وشكرا استاذ كل واحد باسمه وصفته خالد درواشي باحث بالمعهد العالي الدولي للسياحه في طنجه حقيقه انا كنحيي هذا الرؤيه التشاركيه ديال مجلس الجهه يعني في عقد لقاءات مع الفاعلين في المجال الترابي ديال الجهه وديال الامانات المزيق في الفنيدق وكنحيي ايضا على انه وضع الاسبوع على مجموعه ديال الجراح اللي كتشكل يعني واحد الخليه ديال التفكير لكل الفاعلين وفي المقدمه ديالها الشق المتعلق بالتمكين الاقتصادي يعني المثير للاهتمام هو انه دخل العمق ديال الهويه الاقتصاديه ديال المنطقه كمنطقه سياحيه وحاول انه يوجد يعني ويقترح يعني محاور ديال الاشتغال في هذا المجال السياحي وشملات يعني المجال ديال السياحه البيئيه والترفيهيه او ما يسمى السياحه المستدامه حقيقة المنطقة كما كنعرفوها الجميع هي منطقة ذات مؤهلات سياحية متنوعة وغنية الإشكال اللي كاين واللي ربما كاين وتيبصم بواحد الشكل سلبي على المنطقة هو الموسمية ديال الرواج الاقتصادي عندنا منطقة كتنتعش من ناحية الدينامية الاقتصادية خلال موسم الصيف بالحق باقي الفصول كتعرف واحد الركود وواحد يعني واحد التراجع على مستوى الديناميه الاقتصاديه وعلى مستوى الصبيب ديال السياح اللي كيجيو للمنطقه اذا هذا بالنسبه لي انا اشكال كبير واللي كيطلب واحد الاجابه يعني ديال الشركاء كاملين اللي داخلين في سلسله تحديد البرامج التنمويه ديال عمليات المضيق الفنيدق وديال جهه طنجه تطوان الحسيمه عمليا انا كنظن بانه ممكن نستمروا هذه الطفره السياحيه على المستوى الوطني نستمروا ايضا هذه الرؤيه ديال ساحل تمودباي كساحل عنده قاطره ديال السياحه الوطنيه نستمروا ايضا هذه الرؤيه ديال التوسيعه ديال المطار محمد ديال مطار تطوان والفتح ديال مجموعه ديال الرحلات اللي غادي تشمل تطوان كمدينه ذات مصنفة تراث عالمي مع مجموعه ديال الدول وبالتالي ممكن ان نستمروا في هذا يعني هذا لو ماكرو ايكونوميك اللي كاين ونحولوه لواحد الاليه ديال اننا ندوموا يعني العمليه ديال الرواج السياحي بالمنطقه كاينه مقترحات ممكن اننا نطوروها جميع في المجال ديال الاستغلال ديال لاريير بي يعني ديال هذا الفضاء الطبيعي وهاد لي بيزاج اللي كاين سواء بمدينة مرسي سواء بمدينة المضيق سواء بالمنطقة ديال بليونش كاين امكانيات عاود ديال السادة نواب واعضاء وعضوات المجلس الجهوي السادة الاطر الادارية للجهة الاصدقاء والصديقات في الهيئات الاستشارية ديال العمالة في مضيق الفنيدق وديال الجمعيات الصديقة سعيد جدا كعضو من عمالة في مضيق الفنيدق في اللجنة التشاركية ديال إعداد الخطة الثانية للحكومة المنفتحة على المستوى الجهوي، وسعيد بهذا اللقاء لعدة أسباب، في الحقيقة هذه المنهجية التشاركية اللي عملتها هذه الجهة، والتفاعل اللي كاين داخل اللجنة التشاركية بين ممثلي المجلس الجهوي وممثلي
المجتمع المدني على مستوى الجهه وداك النقاش قوي جدا والمهم في الحقيقه يطيش الصدر على باقي اللجنه التشاركيه وكان تفاعل ان نزلوا نسمعوا الاقاليم ونسمعوا الممثلين الهيئات الاستشاريه والمجتمع المدني اش غيقولوا في هذه القضايا. مساله مهمه جدا كذلك انا كان حي الجميع اللي تفاعلوا معنا في التعبير عن هذا. نسويه للصيد البحري وحمايه البيئه البحريه ديال سبارتين على مستوى عمل المضيق الفنادق. الاكيد جميع الحضور السيد الرئيس ديالنا وجميع الحضور بالاسم ديالو مشي مباشره للموضوع. غادي نهضر نتكلم على مقاربه النوع الاجتماعي بالنسبه لقطاع الصيد البحري عندنا على مستوى الجهه. غنتكلم على مستوى الجهه قطاع الصيد البحري عندنا على مستوى الجهه كيخلق مناصب شغل كثيره، عنده واحد الاهميه اقتصاديه كبيره، كتلعب دور كبير في الاقتصاد الوطني. اذا هنا كيخصنا نفكروا جديا في ادماج المراه في هذا القطاع، خصوصا في المهن اللي تابعه لهذا القطاع والمهن اللي عندنا فيها خصاص كبير في اليد العامله، وممكن من خلال هذه المهن اننا غادي نخلقوا مناصب شغل، غادي نحققوا التمكين الاقتصادي للنساء خصوصا على مستوى عماله المضيق الفنادق، خصوصا النساء اللي كيعانيوا حاليا من الهشاشه بحكم انهم كانوا من النساء العاملات بالمعبر الحدودي السبته. اذا هنا غادي ناخذوا تغطيه النقص في اليد العامله اللي كنعانيو منها مثلا كخياطه الشباك الصيد البحري اللي كيعاني واحد المعاناه كبيره وكنعرفوا انها لينا ضروريه ومهمه لاي قارب او مركب او جميع انواع الصيد البحري باش ممكن اننا نتزاول هاد المينا هذه. وغادي تكون كحل بديل لدعم التمكين الاقتصادي للنساء معبر سبته كيف ما قلت، وكنشوف ان من المفروض اننا نشجعوا النساء على دخول لهذا المجال، وكاين واحد المجموعات كبيره من النساء اللي هما عندهم الرغبه في انهم يخدموا الاقتصاد المحلي والاقتصاد الجهه عن طريق مجال قطاع الصيد البحري، ولكن كاينين صعوبات وكاينين واحد شويه ديال الاكراهات ما دام هذا المجال كان لسنوات طويله حكر على الرجال ماشي ديك. وتحية طيبة للإخوان الأخوات الحضور الكريم. واحد بذاته طبعا أنا جد باللقاء ديالي معكم وأنني استمع عدة معلومات اللي غادي نستفدوا منها نحن كهيئة. نعرف بنفسي أولا إكرام ينبر رئيسة هيئة المساواة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بجماعة مارتين. طبعا احنا كهيئه ديال المساواه تكافؤ الفرص مقاربه النوع كنشتغلوا طبعا في عده اشياء اللي منها اننا نقدموا اراء استشاريه اللي كتصب في كل ما هو داخل في اطار مقاربه النوع. اكيد لمستني بعض التدخلات، ماشي تدخلات ولكن بعض المقترحات والمعلومات اللي قدموهم لنا الاساتذه الكرام واللي لمستني كثير، وهي القضيه ديال العلاقات مع المجتمع المدني. هي طبعا هذه شيء مهم جدا اننا نعتمد عليه. اللي كنقول المجتمع المدني طبعا هو المواطن، والمواطن هو اللي كيعيش الظروف ديال المدينه ديالو واللي كيشوف شنو هي الاكراهات والاولويات اللي محتاجها المدينه ديالو، سواء شخصيه كهو حق ليلو كمواطن او كمدينه ديالو. هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه. في الواقع منهجيا ماشي المساله ديالك، شيء جميل ان السؤال يطرح بالبل العريض على المنهجيه، وحتى حنا تواجدنا هنايا انا اطرح حتى هذا البعد المنهجي. كنا لو كنا تحتنا فرصه اننا نجلسوا مع افراد واعضاء المجتمع المدني في المدن اللي جينا منها، كنا غنحس على الاقل اننا نمثل المجتمع المدني حقيقه، على اعتبار اننا سنحمل معنا صوت ذاك المجتمع المدني باهاته وبانتظاراته وبتطلعاته وفي مختلف المجالات التي يشتغل فيها تخصصيا او هوايتيا او احترافيا. اذا احنا الان يمكن ان نتحدث بهوسنا نحن وبانتظاراتنا نحن كمصطفى ستيتو كاطار مدني، وقد اتجاوز مستواي الشخصي لاتحدث باسم المجتمع المدني الى اي حد. ذاك المجتمع المدني المرتيلي يزكي مصطفى ستيتو ان ينوب عنه في هذا اللقاء لكي يتحدث باسمه. هذا غير من الناحيه المنهجيه. لاقول
نتحدث عن جماعات قوية، مجالس قوية، والجهة الآن قوية بهذه الجرأة، ولكن لا يمكن أن نكون مجلس قوي ونشتغل مع إطارات ضعيفة. لا أقول أن المجتمعات المدنية ضعيفة، ولكن يجب أن نفكر كيف نقوي هذه الهياكل لكي تكون هياكل تمثيلية حقيقية ولها مشاريع حقيقية، حاملة لمشاريع حقيقية في مجالات تخصصاتها، لنطلب منها أن تدلو بدلوها لكي تطعم وتغني ذاك البرنامج الجماعي أو تلك أو ذاك أفق انتظار ديال الجماعة. الدكتور الكشيمة على هذه المبادرة وعلى هذا التوجه. خوفي أن الخطة قد تطول لنصل 2026 انتهاء يعني الولاية، ونبقى في خطة قد يكتب لنا إنجازها وقد يكتب للآخرين أن يطمسوا. استحيل الخضر الكريم كل بصفتي واسمي عارف نفسي عقيل عضو مقررة في هيئة مسوي التكافؤ الفرصي ومسيرة تعاونية ورئيسة جمعية أم القرى التنمية الاجتماعية الثقافية والبيئية. أنا هي الصراحة إذا جينا نهضروا هذا كثيرة والمحاور مهمة كاملة. أنا غادي نهضر معك التمكين الاقتصادي، والتمكين الاقتصادي غادي نهضر بخصوص النساء في وضعية صعبة، لأن هنا في الجماعة المضيق أو في العمل المضيق ككل ما عندنا مناطق صناعية، يعني كاين مؤهلات ماشي ما كاينش، ولكن ما كيسيبوش الناس فين يخدموا صراحة. وبالخصوص غادي نهضر عاود على النساء الأشخاص في وضعية إعاقة، تهما خصهم نشوفوا لهم فرص الشغل. وأبيع الأمور وخصوص الأمهات تهما خصهم يكون عندهم فرص الشغل، لأن قوية في مجال المرأة والطفولة. اليوم احنا كنشكركم بزاف على المجهودات ديالكم على باش تستمعوا لينا كمجتمع مدني، بحكم اننا كنمثلوا جميع شرائح المجتمع، وحنا فعلا كنحملوا هموم كثيره ونحاولوا نشاركوها معكم يعني في الورشات. كنا حابين اننا يعني نديروا في ورشات ماشي مشكل، دونك نديروا التدخل ديالنا قبل الورشات. ان شاء الله بالنسبه لنا يعني لبعض الهموم اللي كنحملوها حنايا بالنسبه الهم ديال المرأة القروية والمعاناة ديالها، كذلك معاناة التعاونات اللي كتشتغل في مجال الصيد البحري في اليونش، كذلك مسألة الولوجيات بالنسبة للعمالة. يعني غير حنايا بالمقارنة مع تطوان رام كاين فرق كبير، تطوان رام نعتبروها يعني مدينة وليجة على مستوى جميع الأصعدة، حنا بالنسبة لنا المواضيع راه كنفتقروا للولوجيات على مستوى يعني بالنسبة للمدينة ديالنا أفقنا يعني كتشمل المسألة ديال العمالة كاملة. كأحزاب يتخذوا القرار هما راسهم ويشكوا النساء، ونكون حنا كنساء كذلك عندنا دور في صناعة القرار على مستوى عمالة المدن في المنطقة كاملة. وشكرا صراحة المداخلة ديالك فيما يخص القطاع تاعنا يا ولاد مرتين، تاعنا في قطاع الصيد البحري، غير أنا بشكل نكونوا واضحين كيف قالت السي عبد الرحمن اللي كاين كنقول ان المشاكل في قطاع الصيد البحري بقات هي كتوصلنا للجهه. علاش؟ القانون التنظيمي غير لجنه الصيد البحري اللي كانت دائما متواجده، كان دائما مع السي عبد الرحمن هو اللجنه هذه. القانون التنظيمي الجديد لا الجامعه المحليه 111 14 اللي كيتعلق بالجامعه المحليه والجهه غير بصفه نهائيه لجنة الصيد البحري. بالتالي تفاعلا مع الأخت خديجة حبيبي خرجوا واحد التوصية من مجلس الجهة بإحداث هذه اللجنة هذه وهو مؤقتا. وشكرا.